ثورات الربيع العربي اللي بيحصل في مصر وفي العراق في سوريا في ليبيا سببه في الأساس سبب اقتصادي ولا سياسي؟ كمان عندنا في مصر ارتفاعات أسعار مستمرة، عندنا مشاكل اقتصادية كبيرة عايزين ندخل فيها ونتناقش ونعرف تفاصيل من رئيس جهاز المنافسة ومنع الاحتكار مع الدكتورة منى الجرف. أهلا بيك معانا. أهلا بيك مرة تانية. أهلا بيك أهلا بيك. دكتورة، مش هنتكلم في السياسة كتير، بس احنا عايزين نفهم منك تحليل واقعي اللي بيحصل في العراق في سوريا في ليبيا سببه في الأساس طمع من بعض الدول في ثروات هذه الدول، ولا سببه في الأساس ان الحكومات فشلت سياسيا وبالتالي او بالأساس فشلت اقتصاديا وكان ده ليه تأثير سياسي في ان المواطنين انقلبوا على حكوماتهم رافضين اي وجود ليهم؟ بس مش هدخل في هذا الموضوع بالتفاصيل وحقيقه الامر، لكن هرجعك للقائنا الاولاني والاول سؤال سالته لي على العلاقه بالاقتصاد بالسياسه. مره تانية باكد ان هما الاثنين يعني وجهين لعمله واحده، يعني وزنك وقوتك السياسيه هي بتستمديها من وضعك وزنك الاقتصادي. يعني ما كانش هيحصل اضطرابات في الدوله محليه لو ما كانش في اضطرابات اقتصاديه وشعور بالغبن وشعور بعدم وجود فرصه عمل وشعور بتدهور مستوى معيشه. كل هذه الظروف الاقتصاديه السيئه بتولد مجموعه من الافراد بتبقى متمرده، بتبقى رافضه، فبيبقى سهل الدخول الى هذه الدوله واستغلالهم، او بيبقى سهل اختراق هذه الدوله من اي جهه سواء كانت اقليميه او دوليه. فبالتالي في تداخل بين اثنين، لو الوضع الاقتصادي مريح وفي قدر من النمو وفي قدر من التطور وفي قدر من الرضا للمواطنين، لا شك ان فرصه هذه الاضطرابات السياسيه ووجود ايادي داخليه تتدخل في الدوله ايادي خارجيه تتدخل في دوله هتكون اقل، هيبقى هي وده نقول الجدار المانع. لكن للاسف لما بتبقى الحاله جوه هشه فبيبقى من السهل اختراقك. فيعني فده انا اللي انا متخيلاه. لا شك ان الاوضاع اللي حصلت ومنها في مصر من 2011 كان في مشاكل اقتصاديه ما تقدرش ننكرها، كان في اوضاع اقتصاديه وسياسيه مترديه، كان في عدم رضا عن الاداء الحكومي في الفترات الاخيره، وبالتالي ترتب عليه ان كان من السهل اختراقها من ممن رغب في الاختراق، يعني عارفه. فمش هقدر افصل الاثنين عن البعض، فلازم احنا نشتغل على الناحيتين، نكون حذرين من اي تدخل خارجي، وطبعا هناك قدر من المؤامرات السياسيه والاقتصاديه الخارجيه، ولكن ايضا لابد ان احنا نراعي ظروفنا الداخليه ونراعي المواطن المصري ووضعه والاقتصادي ومستوى معيشته حتى أأمن اي محاوله لاستغلال ظروف ضعف او عجز داخلي. ظروف الضعف والعجز سببها في الاساس سبب اقتصادي، شعور المواطن زي ما حضرتك قلتي انه ما عندوش فرصه عمل، انه ما عندوش امل، ان الارتفاعات في الاسعار في السلع الاساسيه بتزيد بشكل مبالغ فيه، في ظل ان هو دخله دخل محدود، الدوله ما بتدعموش او بتديله ما يساعده على تحمل ارتفاعات الاسعار المستمره. هنا بقى بيقع دور جهاز المنافسة ومنع الاحتكار. متى يتحرك هذا الجهاز؟ متى؟ اوكي، هقول لحضرتك. يعني اولا اسمحي لي في البدايه ان انا بس عايزه اكد على نقطه، هو جهاز اسمه جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، ودي نقطه يمكن انا بركز عليها جدا لان في لبس كبير قوي عند العامه والمتخصصين احيانا بين الاحتكار والممارسات الاحتكاريه، وده اللي احيانا بيلقي هجوم او بيلقي هجوم على الجهاز وبيخلي توقعات الافراد مختلفه، بيتوقعوا دور الجهاز مختلف. الجهاز والقانون ما بنحاربش الاحتكار، يعني ما لا يوجد ما يمنع في القانون المصري ولا الجهاز يحاسب اذا كان عندك منتج وحيد لسلعه، ده معنى الاحتكار، ان انا ممكن يكون عندي منتج واحد بينتج السلعه، بينتج 100% من السلعه، ده غير مجرم قانون. يمكن ان يحقق القانون لا يجرم الاحتكار، القانون يجرم الممارسات الاحتكاريه، وهنا بقى ده اللبس، وده اللي بيخلي كثير من العامه اول ما يسمعوا ده ما فيش غير الاثنين دول فقط اللي بينتجوا السلع في السوق، ازاي جهاز منافسه يعني ما بيتدخلش؟ القانون لا يمنع هذا، لان احنا دلوقتي في عصر كمان لازم نتفهم هذا، احنا في عصر بنتكلم فيها كيانات اقتصاديه كبيره، بنتكلم عن شركات. اقتصاديا يا دكتوره صح ولا خطا؟ يعني هل من السياسات الاقتصاديه السليمه ان يكون عندي منتج واحد لصناعه واحده او صانع واحد هو اللي بيتحكم في السوق في ظل اقتصاد حر وسوق منفتحه وبستورد كل شيء من خارج؟ بصي حضرتك، هنا اسال نفسي سؤالي بس سؤال بقى عكسي، اسال نفسي سؤال، هو ليه في منتج واحد؟ هل المنتج منتج وحيد، يعني منتج وحيد اللي بينتج، هل السبب ان احنا حاطين قيود ان اي منتج اخر عايز يدخل السوق بقفل عليه الباب، بمنع ان انا اديه رخصه، بمنع ان انا اوفر له الماده الخام؟ هنا لو ده بيحصل دي ممارسه احتكاريه بقى،
فبالتالي يبقى يقع تحت القانون. لكن اذا كانت القيود ناتجه على ان هو منتج كفء جدا وكل واحد بيحاول يخش السوق مش عارف ينافسه لان هو كفء لكن لا يمارس ممارسه سلبيه، هو كفء وبينتج السلعه بسعر منخفض وعنده تكنولوجيا عاليه لان هو بقى له فتره في السوق، وبالتالي انت مش عارفه تنافسيه. هل هحاسب هذا المنتج؟ لان في بعض من الصناعات بطبيعتها بتتطلب تكاليف استثماريه عاليه جدا، بتتطلب فتره من الوقت، بتتطلب تكامل في الانتاج عشان تقدري ان انت تنتجيها بتكلفه منخفضه في النهايه وتستطيعي انك تحققي ميزه تنافسيه. اذا السبب ان انا او المشكله هي ان انا ابحث ما سبب وجود هذا المنتج الوحيد؟ هل وجود منتج وحيد نتيجة إجراءات بتمنع دخول آخرين أو نتيجة هو نفسه بيمنع دخول الآخرين وبيحاربهم وبيتبع بعض من السياسات اللي بتمنعك أنت عن أنك تحاولي أنك تدخلي السوق ويعمل تربيط مع الموزعين أو تربيط مع المورد المادة الخام يقول لهم ما تدوش أي واحد تاني غيري؟ هنا دي بقى يقع تحت طائلة القانون. أما إذا كان السبب هو أن هو الوحيد اللي فكر يخش في هذه الصناعة والوحيد اللي نجح، أو نتيجة التكلفة الاستثمارية اللي بتتطلبها مشروع زي بعض من المشاريع بتتطلب تكلفة استثمارية عالية جدا جدا او بتتطلب تكنولوجيا عاليه جدا، هو الوحيد اللي قادر يجيب هذه التكنولوجيا ما اقدرش احاسبه. بس في الحالة دي يا دكتورة ما اقدرش احاسبه لو هو المستثمر او الصانع اللي عايز يدخل في نفس النشاط عنده نفس الفرص والميزات من الحكومة. بالظبط. يعني لما اجي اقول ان انا هدي سعر طاقة لمصانع بتعمل في انتاج معين باسعار معينة، واجي اقول لمستثمر جديد عايز برافو يستثمر عليك. في مجال اقول له انا ما عنديش طاقة، برافو اتفضل عليك. استورد لي طاقة بالسعر العالمي، هنا ابقى كدولة ما صح. بدلوش ميزات صح. بنفس القدر من التساوي. يعني انا احييك يعني على متابعتك وفهمك التام للموضوع، لان النقطه دي عايز اقول لك الجهاز اخذ فيها موقف. يعني هي من سنتين تقريبا ايام حكومه الدكتور هشام قنديل كان طرح هذا الموضوع، ان نظرا لازمه الطاقه ان هم كان في رخص مطروحه لمصانع اسمنت، توقفت هذه الرخص وقالوا خلاص هنطرحها، اللي عايز يتقدم الى هذه الرخصه بس يحصل على الطاقه بالسعر العالمي. هنا قدمنا من الجهاز مذكره الى رئيس الوزراء في ذات الوقت بان ده ما يتفقش مع المنافسه ولا مع مبدا المنافسه، لان لما بنتكلم عن المنافسه زي ما حضرتك قلتي لا لازم ادي الطاقه كلها بسعر، ما ينفعش ان انا يبقى المصنع اللي جنبي بياخد بسعر مدعم حتى رغم ان الدوله رفعت السعر لكن ما زال مدعم. يعني فما ينفعش المصنع اللي جنبي بياخد بسعر الطاقه بسعر مدعم واقول للمصنع الجديد والله عايز تشتغل هات بالسعر العالمي، ده ضد قواعد المنافسه. واللي طلبناه ان تحط الطاقه كلها في حته واحده ويرفع سعرها لكل المصانع، او نقول والله كل مصنع بنسبه معينه من طاقته الانتاجيه هياخدها بسعر مدعم والنسبه الاخرى يتولى هو توفيرها من السوق العالمي بالاسعار العالميه. ده اللي يتفق مع منطق المنافسه. فطبعا زي اللي حضرتك بتقوليه مظبوط، يعني ان لابد معنى ان انا اتكلم عن حمايه المنافسه ان انا اضمن ان تكون القواعد واحده لكل، قواعد اللعبه تكون واحده لكل عشان اضمن ان في منافسه عادله. يعني لو انا هاخد الطاقه بدولار حضرتك خديها بدولار طالما بنمارس نفس النشاط. بس هنا بقى بيتدخل أرض الواقع، مين المشكلة المصنع المقام على أرض الواقع اللي بينتج، وهنا بتكون في قوة ضغط من الصانع. النهاردة لو سمحت لمصانع أخرى إنها تدخل المجال، لو رفعت علي سعر الطاقة أنا هزود سعر السلعة أنا، أو البديل إن هتوقف عن الإنتاج والدولة تشوف هتعمل إيه مع العمالة اللي موجودة عندي أو مع المستهلكين. إزاي بتحاولي تحلي المعادلة الصعبة؟ ان لما اتكلم عن ارتفاع الاسعار ما ينفعش اتكلم عن ارتفاعات بصفه عامه، يعني احنا بنقول معدل التضخم، يعني معدل التضخم بنتكلم على مستوى مصر ككل سلع وخدمات، لكن عشان يبقى كلامي منطقي انا بتكلم على كل سلعه على وجه التحديد، حتى على سبيل المثال بقول لحضرتك على سبيل المثال وسائل النقل ما هياش نوع واحد، يعني بتختلف الزياده اللي حصلت في سعر وسيله النقل حسب نوعها، لو بتتكلمي عن تاكسي غير لو بتتكلمي عن اتوبيس نقل عام غير لو بتتكلمي وهكذا. فدي نقطه خدها في الاعتبار ان انا ايه السلعه اللي بتكلم عليها اللي سعرها ارتفع بهذه الصوره. الحاجة التانية اللي عايزة أقولها طبعا لا شك إن في عوامل كثيرة في الوقت الحالي أدت لارتفاع السعر، مش بس الطاقة ولا الوقود، في عوامل كثيرة جدا أدت إلى ارتفاع السعر. ومنها ممكن يكون جشع برضه والطمع، ده ما اقدرش انكره ان في جانب من الناس بتبقى عندها الرغبه في استغلال الطرف الاخر، هي مستشاره ان الحياه كلها بتغلى وان كل اسعار السلع بتغلى فهي بالتالي بتحط ايدها في جيب اللي جنبها، يعني كل واحد بيحاول ان هو يستفيد بقدر الامكان من الاخر، وهنا بتيجي بقى الرقابه على الاسواق والرقابه، وهنا طبعا دي ادوار جهات متعدده منها جهاز حمايه المنافسه، الا ان جهاز حمايه المنافسه هو له دور تقني وفني محدد. يعني هو احنا دورنا لان احنا بنشتغل بقانون، انا ما بشتغلش، هل القانون بيتيح ان يكون في قوة صارمة وقوة تمنع من الاحتكار والمنافسة والممارسات ممارسات الاحتلال. طبعا الاحتكارية؟ طبعا القانون يعني زي ما بقول القانون محدد مخالفات محدده وهي الماده 6 و7 و8 اللي بتحدد نوعيه المخالفات اللي بتقع تحت طائله القانون، اللي هي لو
تم القيام بها فانت بتقعي تحت طائله القانون. في الحاله دي احنا لما بندرس وبنثبت ان فعلا هذه المخالفه موجوده بنحلها للنيابه مباشره، وعندنا قضايا كثيره في النيابه. لكن السلسله طويله نسبيه بصراحه، يعني عشان برضه ابقى صريحه مع حضرتك، يعني احنا بندرس وبناخد قرار مجلس الاداره بنحلها الى النيابه، تبدا النيابه في التحقيق مره اخرى. ان احنا مش جهه تحقيق، احنا جهه جمع استدلالات، فاحنا بنجمع الاستدلالات ونحلها الى النيابه، النيابه تبتدي التحقيق اذا عند ثبت. نقطة جمع الاستدلالات، وكان سؤالي في البداية متى يتحرك جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحضرتك فهمتيه بالشكل الخبيث ومشينا في الموضوع، لأن كان ده هيبقى سؤالي التالي. تمام خليني بقى أسأله بشكل مباشر، متى يتحرك؟ هل تمام الجهاز بيتحرك بناء على معلومات ولا بناء على شكاوى من مواطنين ومستهلكين؟ بعد الفاصل مشاهدينا، فاصل قصير ونستكمل لقائنا. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبرحب بحضرتك معانا مره اهلا تانية. بكم. دكتوره، كنت بقول متى يتحرك جهاز المنافسه ومنع الممارسات الاحتكاريه، فحضرتك على طول اخذتيها بان انا بقول ان انتوا في مشاكل والجهاز ما بيتحركش، لكن انا كنت في الاساس ببتدي معاكي الحوار بان انتوا بتتحركوا بناء على ايه؟ هل في تمام اليات بتساعدكم على دراسه الاسواق واكتشاف اذا كان في بعض الاسعار بيتم ارتفاعها بشكل مبالغ فيه بشكل يومي، ولا لازم يكون في شكوى من مواطن او من جهه؟ احنا بنتحرك، الجهاز بيتحرك وفقا لثلاث اليات. يعني ممكن احنا بنتحرك من خلال شكوى او بلاغ زي ما حضرتك ذكرتي، وده متاح لاي فرد واي مواطن عادي واي جهه عايزه تقدم شكوى تستطيع ان تقدم شكوى الى الجهاز، فده احد المسارات. المسار الثاني ان ممكن الجهاز يقوم بمبادره، يعني بمعنى ان زي ما حضرتك قلتي برضو بناء على متابعه الاسواق، بناء على ممكن الصحافه والاعلام بتساعدنا بشكل كبير في هذا الموضوع. ان احنا مواطنين يعني عايشين في الحمد لله المجتمع إن في دور المصري، إيجابي بيقوم بيه الإعلام في لا الفترة طبعا دي. لا طبعا بنستفيد من النقاط دي كثيرا. احيانا لما بتثار قضيه ارتفاع سعره، انه هناك يقال ان هناك ممارسه احتكاريه، ممكن ده بيدينا زي سيجنال او علامه ان هذا السوق قد يكون، يعني ده مش بالدليل القاطع انه هيكون هناك ممارسه احتكاريه، ولكن ده برضو بيدفعنا احيانا الى المبادره. فبالتالي اذا عندي مسار قد يكون شكوى او بلاغ، وعندي مسار قد تكون مبادره من الجهاز يقوم بها بنفسه، وعندي مسار اخر اي جهه حكوميه فقط وليس جهه اخرى تستطيع ان هي تطلب من الجهاز انه يدرس هذا السوق، او انها ستتخذ قرار وتخشى ان يؤثر هذا القرار على المنافسه فعايزه تاخد راي الجهاز. هل هي جهة حكومية محددة لا اي ولا جهه ممكن حكوميه، أي جهة؟ يعني وزاره الاستثمار بنتلقى منها، هيئه الرقابه الماليه بنتلقى منها، كثير ما وزارة بيرسل. الاتصالات؟ وزارة الاتصالات ما طلبتش، يعني طلبت منا في وقت من الأوقات وقت دراسة الرخصة الموحدة، طلبت بالفعل من جهاز حماية المنافسة إن هو يشارك معها في دراسة أثر هذا القرار إصدار الرخصة الموحدة وطرح رخصة المحمودة الرابعة إزاي هتؤثر على المنافسة في السوق المصري. ولكن للأسف بعد ما ابتدينا العمل سويا لمدة 3 4 أشهر اكتشفوا ان طلبوا منا وجودكم التوقف، خطر عليهم. طلبوا التوقف. وذكر في وزارة الوقت ان في جهة اخرى دولية بتدرس هذا الموضوع، وبالتالي والمشكلة بصراحة عندنا في قطاع الاتصالات، لكن اعتقد انها في طريقها الى الحل. ان بس هي انا عايزه اتكلم عن المشكله يا دكتوره، يعني هل يجوز ان جهاز تنظيم الاتصالات هو يكون جهاز بيراقب وشريك في بعض الاحيان في بعض شركات الاتصالات اي دوله وشركه؟ من دول العالم بيبقى فيها زي ما نقول ريجيليتور او جهاز لتنظيم هذا السوق، يعني في بعض من القطاعات والانشطه بطبيعتها بتحتاج وجود منظم لهذا السوق حتى تضمن المنافسه حتى من ضمنها، وحتى تضمن النواحي الفنيه الخاصه بهذا القطاع. ومن هنا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، دوره انه هو اللي بيمنح التراخيص بناء على شروط معينه، هو اللي بيدرس بيمنح الرخص وخلافه. لكن الحاجة المهمة انه الى جانب هذا الجهاز، هذا لا يمنع دور جهاز حماية المنافسة، هو المسؤول عن حماية المنافسة سواء في قطاع الاتصالات او في اي قطاع اخر في الاقتصاد المصري، شأنه شأن كل دول العالم. يعني هناك جهاز اخر مستقل هو المسؤول عن حماية المنافسة. قبل ما أكلمك على شكل التعامل مع الشركات العالمية أو الشركات الكبرى، أو زي ما احنا عندنا في مصر دايما رجال الصناعة ورجال الأعمال بيكونوا عندهم قرب بشكل أو آخر من السلطة، بيكون ده طبعا ليه تأثير على القرارات اللي بتتخذها الحكومة بشكل أو آخر، وشاهدنا وحضرتك حضرتي مشكلة الحديد ما بين الوزير رشيد والمهندس أحمد عز، وإزاي كان في مشكلة ما بين السلطة والاقتصاد ومين انتصر في النهاية. بس قبل ما أدخل في الموضوعات الشائكة دي، عايزة يعني
اسال حضرتك بشكل مباشر، حضرتك بتقومي بعمل التوصيات، تقولي ان في مشكله، بيكون عندك كل الادله اللي بتؤكد ان في مشكله، لكن انت ما بتقدريش، يعني ما بتقدريش تاخدي قرار، انت بتروحي للنيابه تمام خلاص سلمتي الموضوع، بيكون عندك القدره على متابعته فيما بعد، تمام ولا خلاص انا زي اللي بلغت عن جريمه وانتهى الأمر. وانتهى الامر؟ لا طبعا سؤالك جيد جدا. يعني بصي حضرتك، هو فعلا احنا بنجمع استدلالات، ولابد عشان احيلها الى النيابه تكون جمعت لدي كافه الادله والقرائن اللي بتقول ان في مخالفه. الغرض من ده بصراحه ان انا بحافظ على سمعه الجهاز، وبحافظ على ان انا ما اعملش بلبله في السوق، مش كل يوم بتهم شركه او شركتين بان هم مخالفين ويطلع في النهايه انه ما يطلعوا فيش بره. مخالفه. ما ده برضو هيهز ثقه المستثمر ويخشى على عمله. فانا يعني قراري لابد ان يكون موزون، ولابد ان يكون مبني على ادله جمعت بالفعل. عشان كده الدراسه بتاخد منا قدر نسبيا من الوقت. بحلها الى النيابه، لكن ما بينتهيش الامر الى هذا الحد. انا بشتغل على اكثر من محور مع النيابه حقيقه الامر، والنيابه متفهمه تماما لدور الجهاز وللقانون. احنا بنشتغل بشكل مستمر، ودي احد الادوار اللي بنقوم بيها في عمليه ان احنا بننشر، بنعمل زي ورك شوبس بصفه مستمره او ورشات عمل بصفه مستمره مع كل المنظومه اللي معنيه بتطبيق القانون. يعني زي ما بقول لحضرتك، احنا بنجمع الاستدلالات بعد ما نحلها للنيابه، بيحقق فيها المستشارين او القضاه في النيابه الشؤون الماليه والتجاريه، ثم تحال الى المحكمه الاقتصاديه، بيحقق فيها المستشارين والقضاه في المحاكم الاقتصاديه. فاحنا على طول الجهاز بيعمل ورشات عمل مع هؤلاء المستشارين، بنناقش فيها القانون بيتطبق ازاي، ايه الادله اللي احنا بنجمعها، لو راح لك الدليل ده انت بتقراه ازاي، انا بقراه ازاي، انا بفسره ازاي كجهاز، ادي الادله اللي انا بجمعها، ادي المشكله اللي بتواجهني، بحيث لما بتروح له الكيس في النهايه بيبقى فاهم تماما احنا ليه عملنا كده، والجهاز ليه وصل الى هذا. ففي قدر من الفهم، يعني زي ما نقول المنحنى المعرفه بتاعنا بيتبني سوا. انا ما بشركهوش معايا انا بدرس القضيه، ولكن بشركه معايا في تحركي بصفه عامه، يعني في فهمي للقانون بصفه عامه، في فهمي لادوات تطبيقه. فبالتالي بيبقى احنا الاثنين بنطبق بطريقه واحده. فلو بتروح للنيابه في النهايه بيبقى الى حد كبير احنا يعني نفس طريقه التفكير، احنا شايفينها من منظور واحد، وبعدين بتبتدي بنتابع معاه في النيابه. طب يعني انا مش هقدر اشكك في ان القرارات اللي بتتم بناء على المعلومات اللي حضرتك بتقدميها، لكن هقدر اقول الاحكام، تمام يعني اذا كانت شركات عالميه بتتهم بانها بتقوم بممارسات احتكاريه، الغرامات اللي بتطبق عليها او اللي بيتحكم بيها يعني تعتبر مبالغ زهيدة. تافهه جدا زهيده جدا بمقارنتها بالارباح اللي بيحققوها، لدرجه ان في بعض الشركات او المواطنين بتتعمد المخالفه وتدفع الغرامه. لا بصي حضرتك، هو طبعا ده من احد التعديلات الهامه اللي دخلت في قانون حمايه المنافسه مؤخرا، اللي هي تعديل الغرامات. برضو الحاجه اللي انا بقولها في قانون حمايه المنافسه، وان كان طبعا دلوقتي الامر قد يكون مختلف، بس برضو لابد ان اتذكرها، ان زي ما حضرتك قلتي جهاز حمايه المنافسه، قانون حمايه المنافسه جهاز وقانون حديث نسبيا. يعني احنا بنتكلم 2005 واحنا 2014، يعني عمره 9 سنين. تمام. فهو جهاز وقانون حديث. الاقتصاد المصري اعتاد لفترة طويلة أن يعمل بلا هذا القانون، وبالتالي الناس ما عندهاش، حتى رجال الأعمال ما كانش عندها هذا الوعي ولا الفهم لهذا القانون، ولا حتى اللي كانوا بيطبقوه في البداية. وبالتالي كان لابد أن أنا أدي فترة من الوقت للفهم والاستيعاب، سواء لمجتمع الأعمال أو حتى لمن يطبقه، حتى يكون يعني إلى حد ما نقلل من نسبة الأخطاء. فبالتالي كان مهم أن أنا ما أحطش الغرامة، حتى البعض كان بيطلب أن يكون فيها حبس. يعني ما اقدرش ان انا اعمل كل هذه العقوبات وانا وانا فاكره، لسه في مرحله البناء. يعني انا عارفه فاكره ان وبيتناقش البنود دي في مجلس الشورى في وقت من الاوقات، وقف رجال الاعمال وكانوا هم في الوقت ده رؤساء للجان الصناعه في مجلس الشورى وايضا في مجلس الشعب، وقفوا ونهضوا ان يكون في حبس لرجال الاعمال اللي بيقوموا باعمال او ممارسات احتكاريه. صح، انا بأيد هذا، ان في بدايه التطبيق لابد انك تدي فتره زمنيه فقط علشان المجتمع يفهم، اديله بس فتره، مجتمع الاعمال حتى نفسه يفهم، لان هناك بعض من الممارسات لابد ان نعترف بهذا، في بعض من الممارسات بتتم في السوق المصري على نطاق واسع، وكثير كثير، مش عايزه اقول يعني مش عايزه ادي امثله هنا، لكن كثير من الشركات بتعتبرها ان ده عرف، ان ده عادي، ما الخطأ في هذا، ما ده طبيعي، بس هو في النهايه بيقع تحت طائله القانون. عشان كده احد ادوار الجهاز اللي نص عليها قانون ان انا اخلق الوعي بالقانون وبدور الجهاز. الناس لازم تفهم القانون وتعرف انت تعملي ايه، تقعي تحت المخالفه ما تعمليش ايه، تقعي تحت المخالفه. يعني ده هيخليني أسألك، انتوا جهاز وقائي ولا رقابي؟
لازم بد ان نلعب الدورين، يعني احنا وقائي بمعنى ان احنا بنعمل التوعيه وننشر الوعي بقانون وبندي امثله وبنشرح الكيسز السابقه اللي احنا عملناها ونقول ليه دي وقعت في المخالفه. ليه احيانا في الغرف لما كانوا بيجتمعوا، وده بنعمله مع كل غرف اتحاد الصناعات والغرف التجاريه، احيانا الناس كانت بتنظر الى الغرفه انه مكان نجتمع فيه عشان نناقش مشكله الصناعه، ما فيش مانع ان احنا نقول طب ما تيجي نرفع السعر، ما تيجي نخفض السعر. انا مجرد دخلت في هذه القضايا وناقشتها انا على طول تحت دائره القانون. بس ده انا لابد ان اوعي بيه، وده تم خلاص وبيتم بصفه مستمره، بس خلاص دلوقتي بقوا على وعي كاف بهذه الجزئيه، ما حدش يقدر يجي يقول لي ان هو مش على علم بهذا، قانون متاح والجهاز موجود من 9 سنين فهذا تم. لكن عايزه اقول لحضرتك ان هو اللي عايزه اخصص لها النهايه انه لابد انك تؤدي فتره من الوقت ان السوق يفهم ويستوعب القانون، مجتمع الاعمال يفهم ويستوعب القانون، وكذلك ايضا اللي بيطبقوا القانون سواء كانوا العاملين في الجهاز او حتى في النيابه والمحاكم، انهم برضو يبقوا ماسكين القانون بايدهم، بحيث ان انا مش كل يوم والتاني هودي شركه وهي ما عملتش حاجه، او اتهم شركه واجرس بيها كما يقال وهي بريئه فاهز الاستثمار، او في نفس الوقت ان انا اهمل القضايا هي محتاجه فعلا وقفه. لكن في الوقت الحالي بعد مرور 9 سنوات قلنا لا، الغرامات محدوده والغرامات غير عادله، وبالتالي طلبنا في التعديل بتعديل الغرامات، فخدنا حقيقي تعديل جيد جدا، وهو ان احنا اصبحت الغرامات نسبيه ما هياش قيمة مطلقة، لأن القيمة المطلقة دي بتفقدها أهميتها، يعني زي ما حضرتك بتتكلمي عنها شركة كبيرة جدا وتفرضي قيمة محددة، ممكن هذه القيمة لا تمثل أي شيء بالنسبة للشركة. يعني لا تقارن بحجم الأرباح اللي بالظبط. بتحققها وممكن من بالنسبة المخالفة. لشركة تانية تكون صغيرة الحجم، أنت ممكن تقفليها، يعني نتيجة أنك فرضتي عليها هذه الغرامة لأنها لا تستطيع أن تتحملها. لكن لما تقولي أنها نسبة من هل يجب على جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن يكون جهاز سيادي؟ هل يجب أن تكون لديه القوة زي ما بنشوف الجهاز اللي تابع لوزارة التموين لديه ضبطية قضائية أني أقدر أعاقب وأحظى بالمخالفة أني أنشرها بشكل مباشر وكل لي أدوات أني صح أضبط إذا كنت صح أنا الجهاز في النهاية استرشادي أو بساعد أو بساهم أو بجمع معلومات لأي جهة أيا كانت، فده بيقلل من الدور اللي بتقوموا بيه بإحساسكم حتى قدام نفسكم إن أنا بقوم بجمع معلومات، بدخل في مواجهات مع شركات قد يكون أصحابها ليهم علاقة أو أخرى بمن يمتلك السلطة أو من في السلطة، فيسبب مشكلة شخصية لمن يقوم بتلك نعم. الأمور. بصي حضرتك، هو بالنسبه للضبطيه القضائيه احنا عندنا ضبطيه قضائيه، يعني من حقنا في جمع المعلومات ضبطيه قضائيه وفقا للقانون، ومن لا يلتزم بيها من حقنا احوله للنيابه. لكن قضيه ان انا اطلع الحكم، انا مش بس بجمع الاستدلالات وخلص دوري على حد كده، انا بجمع الاستدلالات وبتابع من النيابه الى ان تظهر المخالفه. فخليني وقضيه أتكلم على قضية الألبان عشان لا إحنا انا بس عايزه وقتنا اسمحي لي حضرتك بعد نخش في الالبان، اتفضل. يعني وقضيه ان ممكن يكون حد له علاقه بالنفوذ وده كان سبب تعديل ايضا في القانون الحالي، ان احنا عدلنا مجلس الاداره، ان قللنا الممثلين الحكوميين وبقوا الموجودين كلهم خبراء متخصصين فنيين ممثلين لبعض مجتمعات الاعمال، ولكن القرار بيؤخذ بالفوتنج بالتصويت، بحيث اننا بنضمن قدر اكبر من الاستقلاليه في قرار الجهاز. بتاخدي قرارك من ان في مخالفه تحوليها الى النيابه اللي هي متوشيه وفاهمه معاكي، بترجعي بعد كده النيابه بتستدعيكي، بتستدعي اقوالك، بتاخدي كل اقوالك، بتجمعي كل ادلتك. والضبطيه القضائيه عندنا الضبطيه القضائيه، احنا بتواجهنا مشكله بقى ثانيه اللي هي مشكله بصراحه، ان انت عشان تروحي نيابه، وده ده اصل القانون المصري، احنا ما نقدرش، يعني في بعض من الدول الاخرى الجهاز هو اللي بيفرض الغرامه، ده كان احنا يريحنا بنغير تماما، رؤساء ده يا كان دكتورة، يريحنا نقدر تماما. نغير القانون ده بشكل قانون مصري بصفه عامه، سريع؟ لا موافقه الدستور بيقول ان لا غرامه الا بقرار من المحكمه، يعني انا ما اقدرش افرض غرامه، لازم في النهايه تذهب الى المحكمه، ده اللي بيطول عندي السلسله نسبيا، ده اللي بيخلي ان حتى احنا بنستشعر بعد ما انهينا الدراسه ان لسه في النيابه بتتحقق ولسه في المحكمه هتروح ولسه، فلما بيطلع القرار في وفي النهايه الحركة دي كلها بيتاثر وطول السوق، بيبوظ المدة السوق شويه، المعلومات بتتأثر، بتتاثر الموضوعات السوق، بتتعالج السوق بشكل أو آخر. الاضطراب فيه هيزيد، من بيستفيد ممكن تزداد الفوائد التي تعود عليه، طبعا لا شك دي احد المشاكل الاساسيه اللي بتواجهنا. لكن ده مشكله القانون المصري ككل، القانون المصري اولا هو قانون جنائي، بمعنى ان انا لا استطيع ان انا احيل الى النيابه الا there is no doubt زي ما بيقولوا بجمع كافه الادله التي تذكر ان لا يوجد هناك شك ان هذه الشخص او هذه الشركه مخالفه، فبالتالي ده بيستغرق مني وقت وجهد. ثانيا ان لا غرامه الا بقرار من المحكمه، فبالتالي لابد ان تذهب الى المحكمه، والمحكمه كل عشان كده اهميه التنسيق بيننا وبينهم بصفه دائمه ده، والحمد لله. يعني عايز اقول لحضرتك ان الفتره الاخيره التنسيق
عالي جدا والفهم واحد، ويعني كلانا فاهم تماما ايه دور دكتورة الجهاز. منى بشكرك على وجودك معانا وعلى ميرسي تفاؤلك اللي إن شاء الله يستمد منك كل مشاهد وكل ميرسي مواطن ليكي. بيشوفنا النهاردة، وبشكركم مشاهدينا الكرام.